رغم أن عائلة ديانا كانت تقتني تاجاً من الألماس، إلا أن هناك تاجاً كان مفصلاً عليها ومنعت من ارتدائه. تعرفوا معنا على السبب ومن ورث هذا التاج. الأميرة الراحلة ديانا كانت واحدة من أكثر من اقتنى أفضل المجوهرات، فمن بين التيجان الأكثر بحثاً على محرك البحث جوجل في المملكة المتحدة تاج سبنسر، أو الشهير بتاج الأميرة ديانا، وهي أكثر التيجان شهرة من أي تاج آخر تمتلكه العائلة المالكة البريطانية. وذكرت وسائل الإعلام العالمية أن تاج الأميرة ديانا سبنسر الذي تألقت به في حفل زفافها على الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا من أكثر التيجان بحثاً على شبكة الإنترنت. واختارت الأميرة ديانا عدم استعارة أحد تيجان الملكة إليزابيث الثانية من المجموعة الملكية، ولكنها ارتدت بدلاً من ذلك تاج سبنسر، وهو إرث من عائلة أميرة ويلز، ويبلغ عمره أكثر من قرن، ويتكون التاج من أجزاء متعددة. الجزء الرئيسي منه كان هدية زفاف قدمتها الليدي سارة سبنسر إلى الليدي سينثيا هاميلتون جدة ديانا عندما تزوجت من الفيكونت ألبرت في عام 1919، وباقي أجزاء التاج من ضمن مجموعة السيدة سارة سبنسر. وفي الثلاثينيات من القرن الماضي تم تكليف دار المجوهرات العريقة جاراد بتحويل القطع إلى ما يعرف اليوم تاج، وأطلق عليه تاج سبنسر. وبيعت نسخة مماثلة منه مقابل 163 ألف جنيه استرليني في عام 2018، وقدر خبراء الألماس سعر تاج سبنسر بحوالي 400 ألف جنيه استرليني. وهناك أيضاً تاج كامبريدج لافرز نوت، وهو التاج المفضل لدى ديانا أميرة ويلز الراحلة بعد تاج سبنسر، وترتديه حالياً زوجة ابنها الأكبر الأمير ويليام، الدوغا كيت ميدلتون دوغا كامبريدج، وهو مرصع باللؤلؤ والألماس. وصنع تاج كامبريدج لافرز نوت تيارا للملكة ماري في عام 1914 بواسطة علامة المجوهرات جراريد، ويتكون من 38 لؤلؤة كبيرة الحجم، منها 19 واحدة على قمة التاج و19 قطعة أخرى. وأهدته إليزابيث للأميرة ديانا في يوم زفافها عام 1981. وبعد طلاق الأميرة الراحلة ديانا من الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، فقدت امتيازات عديدة ما عدا لقب أميرة ويلز، لكونها والدة الوريثين المستقبليين للعائلة المالكة البريطانية الأمير ويليام والأمير هاري. وكذلك حرمت الأميرة ديانا من ارتداء قطع المجوهرات الملكية، وخاصة تاج كامبريدج لافرز نوت المفضل لديها، وأعيد بعد الانفصال للملكة إليزابيث لأنه كان بمثابة الإعارة. وبعد وفاة ديانا في عام 1997 لم يشاهد تاج عقدة العشاق علناً إلا في عام 2015، عندما ارتدته كيت ميدلتون دوغا كامبريدج وزوجة الأمير ويليام في حفل استقبال بقصر باكنغهام. والآن أصبح التاج المفضل لكيت ميدلتون.